اوه يا حبايبي الكرام، اتفرج معنا مره ثانيه، خلينا نشوف مره ثانيه هذا السينما تيك حبايبنا، حاضرة جديدة الجروزة معلم، يعني يا كهرباء كهرباء معلم، عملت كهرباء كهرباء معلم، عن جد انا متحمس كثير شوال هدي الوضع معلم. اتفرج يا شباب، هل هذا الجديد رح تنزل شباب؟ جيناكم تسريب جديد يا ستير. اوي دي زين جلتنا حبيبنا يكرمك ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام، رجعنا لكم مقطع جديد معلم. طبعا شباب العادة بعمل هيك وبعمل هيك وبعمل هيك مشان يعني هيك ولا هيك ولا هيك ولا خلاص معلم، رح ندخل نشوف هلا معلم انه حاضرنا الجديد رح تنزل هون، معناته رح ندخل نحاول نحرقها ونجرب يعني نقدر نجرب عليه. ليك شباب والله رح ندخل افرجيكم شباب طبعا السمات عندنا هذا شباب الجوزة تنزل. طبعا شباب شو كثير مهم عنا ال لما شحنت عنا هون شباب، عنا هون مثل توب اب نازل عندهم توب اب معلم هون باللوز، نجيب هالقناع اوكي. هي بالنسبه اول شيء معلم امننا الوضع، انا هون عاطيني ثلج جديده هون، شفت الاشياء اللي عطوني اياها معلم، اي شيء باللوز اوكي معلم. خلينا نكمل معلم على الحاضر ونشوف مع بعض هذه الحاضنه الجديده. واو يا اخي الكهرباء معلم الكهرباء اوكي. عندهم اول واحد عندنا اثنين دمج تمام، عندنا اثنين دمج هذا بالنسبه للاول والاختراق الدروع. شباب حبايبنا يعني نطول بالك نشوف الباقي معلم. عن هذا الثاني شباب هذا 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 هو معلم اللي جذب يعني جذب نظري اكثر شيء، اللي هو هذا شباب هذا فيه السرعه تمام والمدى. اوكي حبايبنا انت قصدي معلم عملت خبطت بشوي بصغيره، قصدي المدى مدى ايه شو قلت المدى ايه ايه. عندنا معدل الطلق نار هون عندنا واحد معلم واثنين المدى، وعندنا بس هيك سرعه التحميل يعني اتس اوكي ما في مشكله معلم. هي بالنسبه للاولى بس، ولكن شباب الصراحه كشكل ركز كشكل معلم كشكل يعني عن جد شيء باللوس. اوكي نجي على الثالث شباب اللي هو هذا انا شايفه معلم بتركز عليه وهيك تقريبا نفس الالوان. اوكي عندنا هذا فيه الدقه واختراق الدروع يعني هذا معلم يعني نشوف شو اللي بعده. اوكي عن هذا فيه المدى، هذا شاب هذا كثير عجبني الصراحه لانه عندنا مدى ودقه يعني معلم يعني يعني دقه واو ومدى من بعد يعني جد ممكن يكون باللوز. اوكي يا ستير سو حبايبنا الكرام خلينا نجي لهون شباب ونشوف نبلش نحرق معلم ونقارن نحاول نشوف مع بعضنا ايش هو الافضل واحد. طبعا شباب بالنسبه اللي انا شايفه بالنسبه لي انا شايف هذا اللي حيكون توب 1، ما بعرف ليش معنى هذا عاجبني الصراحه، هذا مرتب اوكي. عندنا هذا الاول، عندنا هذا الثاني، هذا فيه الضرب تمام بس ولكن حبايبنا نعرف دائما بالاسلحه الجميع دائما بيكون السرعه مهمه كثير بالاسلحه خاصه لما يكون اي ار معلم. اوكي معلم هلا كهرباء معلم ما بدي اطلع لي كل شوي لعامل هيك معلم يلا بليز بدنا حظ يكون باللوز. لا يا زلمه بلشنا معلم يعطونا وات ذا هيل شو هالحظ الزفت يا معلم. لا بربكم بربكم معلم حلو هي ولو قناع وحجر باللوز يا جميل يا اخي شو بربكم بربكم هي احلى قناع قناع وحجر كفو حلو حجر يلا معلم ولا لا هذا بيض هذا ما اتفقنا يا جماعه شو بدي بهذا يا زلمه اعطوني قناع حجر كفو والله معلم حزب اللون كفو 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 لا مو شو عملت لك لا مو هيك جي ولا 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 واو حلو كفو نكمل معلم هات نشوف ايوه جميل يا سلام عليك يا سلام حجرين يا الله حجرين شباب كيفو هي بيكون امننا هذا شباب تمام هذا مثل ما قلت لكم بيقدر اوكي هي بيكون امننا هذا حلو بالله. اوكي كمل حلو اثنين حجر شباب حلو كده حجرين ياخذ والله حظ اسطوري اقسم بالله معلم ترى ول يا اخي ب 5000 جوهر بعمل هيك او ماي جاد معلم طولي بالك معلم هنا احجار اوكي هيك امننا الاثنين نقدر نجرب لكم الاثنين شباب افضل اثنين معلم نقدر نامل امننا نقدر نجرب لكم افضل اثنين بس ولكن معلم رح نجرب لكم ان شاء الله كل شيء معلم احرق يا جميل ويلي حجر ول 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 لا 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 انا منصدم اقسم بالله شباب انا منصدم من شو اللي عم بيصير يا اخي شو ها شو هاد حجرات يا الله يا الله معلم شيء مو طبيعي يا ربي الله اكبر يا سلام اضرب خلاص هاي شوف حجر يا اخي خلاص خلاص خلصنا 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 معلم حلو اوكي عندنا هذا شباب عندي 12 حجر 12 حجر شباب 21 معلم معلم خلاص شو هذا شو هذا هات الثاني هات الثاني لا طولوا بالكم
ما بدنا نخرب، نحاول نجرب لكم طبعا. هذا انا هذا ما راح اجربه شباب، فهمت علي؟ حاب اجرب لكم هذا وهذا، هذا يعني بدي دقه واختراق دروع يعني حبيب والله، بس هكا هذول الثلاثه طوب لكم معنا. نقدر نجيب اوكي، نقدر نجيب معنا كيف نقدر نجيب معنا. راح نجرب هذا، نجرب هذا شباب، راح نجرب هذا اوكي، راح نجرب شباب شوي شوي اوكي، وبعدين نجرب هذا الشباب اللي فيه الدروجه معلم. يا سلام عليك يا سلام، والله حتى شباب نقدر نجيب هذا كمان معلم. تعال يا معلم نجيب لكم هذا شباب، نجربه كلياته معلم، نجربه كلياته. بس ولكن شباب بما انه اربع اسلحه معنا هون معلم، اربع سكنات اوكي، يعني حبيبي والله طول بالك شو هذا، شو راح يصيرون يعني اربع سكنات طول بالك هون. لما انا احصل على جيسون مقابل الفري، ما انا شحنت معلم، ما انا شحنت معلم. لا ده شحن تاني اوكي، anyway معلم ما في مشكله اوكي. نرجع الاسلحه شباب ونجرب بعض الجروزه. يا الله تعرفوا شباب، راح نجرب بشاب بالنسبه لي انه اخيس واحد اللي شايفه انا، تمام؟ راح نجرب انه اخيس واحد بالنسبه لي انه شايفه، فهمت علي كيف؟ ندخل على التدريب، نجرب التدريب، نجرب شباب الاخيس اوكي. يلا نكمل، ليتس جو. يلا معلم ترى متحمس كثير معلم. يلا يا اخي انا مظلوم، انا مظلوم، شو اللي عم يصير يعني؟ حاضر كم 5000 جوهره شباب، 5000 جوهره يعني اوه ديم، ما كان معنا ولا حجر ولا شيء. اوكي معلم، هذا بالنسبه للاول شباب اللي فيه طول بالك اوكي حبايبي، هذا الموجود امامكم حبايبنا اللي فيه اوكي دقه واختراق درو اوكي يا ساتير. خلينا ندخل نشوف معلم شو وضعه هذا معلم. بسرعه حلوه اوكي، بسرعه يعني ماشي الحال، يضرب 39. خلينا ندخل، خلينا ندخل نجرب على داخل اللاعبين، نجرب على الدرع اثنين هيك بشكل سريع. حنجرب شباب من الـ من من الـ اللي انا شايفه يعني، انا شايفه اعتقد انه يعني 39 اوكي. هذا عم يكسر الدرع تمام. طبعا معلم هون معلم حبيبي والله، هذا كمبر ورا هذا ما راح يمشي الحال، هيك ما اتفقنا، هيك ترى ما اتفقنا ابدا، هيك ما اتفقنا ابدا معلم. طيب هلا اوكي، هذا الفيو مثل ما اتفقنا الدقه شباب، هذا فيو دقه تمام، دقه تبعيته حلوه. اوكي حبيبي والله، هات نشوف اوكي كل دقه تبعنا نشوف يا ترى شباب يعني 36 يعني يعني دمج اسطوري ها. اوكي هذا بالنسبه للاول شباب، ده منه يعني يخترق الدرو يعني باين من السيمه تبعيته. حلو نجي لهون، شوف واحد هون معلم، هون شوف شوف واحد حلو. عشان انا ما متعود العب شخصيه بيرت هيك شباب، راح نشارك كم نشوف اخر تجربه. هولي حجي 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 ربك ضاع ايبلا. اوكي شباب راح نحط شخصيه شاب، بس وقت نشوف اللي نجرب اللي بعده معلم كمان اوكي. والان شباب راح نجرب اللي هو اللي بعده، اللي هو هذا يعتبر اقل سعرا تمام، يعني بالتظبيطات تمام. خلينا نطلع التدريب شباب، نجرب هذا الفيو المدى والدقه اوكي يا ساتير. هذا بالنسبه لك شباب كنا ناخذه 39 نفس الشيء تقريبا لحد الان، هذا فيو مدى ودقه فقط يعني 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 شيء حلو. طبعا السرعه على حاله، الدمج على حاله يعني. هذا والله شباب انا هذا يعني متفائل بهذا كثير يعني الصراحه، هذا يعتبر اقل واحد يعني الصراحه يعني بالنسبه لي يعتبر الثاني. شوف شباب بنجرب مع بعض اوكي، وشوف راح شوف تعليقاتكم، تعطونا لكم بالتعليقات شباب كيف الوضع هون اوكي يا ساتير. خلينا نشوف هذا معلم، هذا شو وضعه بالفيو دقه ومدى اوكي حبيبي والله. طولي بالك معلم، ترى هون معلم انا داخل بسيرفر ثاني، في عندي شويه لاج اوكي. تعال 35 35 25 هي نفس الشيء تقريبا. تعالوا 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 تعال. وين الجيمنج؟ وين الناس يا اخي؟ ووو ديم نايس. طول بالك معلم، طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك. جيتكم جيتك اوه ماي جاد شباب، واحد مدى واثنين دقه يعني دقه ومدى معلم فل حبيبي والله باللوز. طيب يا جميل يا زلمه وقعت لي فوق، انت واقف لي فوق انت يا جميل حبيبي والله. تعالوا تعال اجي خذ لك تحت تحت شباب، والله نار 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 الجروز يا شباب. اوكي الان شباب راح ننتقل يلي بعده، واللي بعده يا اسطير راح يكون هذا حبايبنا مثل ما انتم شايفين عندنا هذا فيه ال معدل اطلاق 1 ومدى سرعه ومدى معلم يعني من بعد وسرعه. هات لنشوف، ندخل نجرب هذا يا اسطير. اي طمانو، طب هذا ما فيه ضرر تمام، هات ندخل نشوف. طبعا هذا فيه سرعه تاع تحميل يعني شوي ناقصه، ما بهم معلم ما بهم ما بهم ما بهم ما بهم معلم ما بهم. اوكي هذا معلم التوضع تبعه 39 نفس الشيء. طبعا لاحظتوا على السرعه شباب، بلشنا ندخل على السرعه، هون بلشنا ندخل على السرعه حلوه شباب اوكي. خلينا ندخل نشوف الوضع هذا للداخل، سرعه ومدى ركزوا معي كيف. اوكي مدى تبعه هذا نار
والسرعه معلم، سرعه ومدى يعني طلقات سريعه والبعد طويل. اوكي خلينا نجرب معلم هذا الجميل، نشوف يا جميلين وين الناس، وينك معلم؟ وينك يا جميل يا اخي؟ وينكم معلم؟ اول مريم من الله بلا اقول ليه. اوه حلو يعني حبيبه والله. هات نشوف هذا قول ليه شباب. حاول ملعب كثير على الهيد، تمام العب هيك بس فقط. هيك بعد بس هيك يعني. بقول ملعب الهيد عنده فتح السكوب ونزل ضرب في على راسه. هذا غدرني الجميل. اوكي راح احاول بربر معي في الوضع. اوكي طبعا المدى هذا بهذا الهدف فيه مدى ما راح تفيدنا من القرب يعني كثير يعني بالقرب يعني ما يزال بس، ولكن هذا يعني شغل تفتح السكوب من بعد بس يا زلمه. خلينا نجرب يا اخي شبالكم يا اخي. اوكي انا يعني ما اقصدون هون هيك يعني بعد ما سفت. اوه علوبي علوبي والله هذا شباب بصراحة ملاحظ اللاب سرعته يعني اشي باللوز. قول لي علوبي والله راح يطلع لي هون معلم. تحمل مسترد صار حشيشي هوني. وين هذا؟ طول بالك معلم هون راح ادرس شوي. علوبي هذا خلصنا منه. ذاك تم تخبي وين ذاك؟ طاولة اطلع يلا وراي هذا معلم راح يقتلني. وينك يا جميل؟ كبر من ورا يلا يلا. ما بربر هذا ما بربر يا زلمه. شيت مان حلو بس مبدئيا يا شباب يعني والله ماشي حاول هذا الصراحه فيه سرعه حلوه ومدى تبعه يعني مش يعني هذا نايس. بس من بعد من بعد شوي بعد من بعيد من بعيد. ول 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 كفو. هذا نشوف هذا معلم الجميل. حلو حلو ول 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 والله معلم كفو كفو المدى معلم خلص. هذا اشي باللوت. تعال يا زلمه تعال 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 تعال. لا 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 نشوف هذا معلم. هذا شباب هذا العدل التوب 1 بالنسبه لي. هذا التوب 1 معلم، هذا الاول باللوز. هلا الان باقي الاخير معلم اللي هو اغلب واحد كمان اغلب واحد يعني اللي فيه افكت وما افكت وحبيبي والله. اوكي تعال ادخل على الاسلحه معلم. نجي لهون نجي لهون اللي هذا هات نشوف هات نشوف هذا معلم. كهرباء ما كهرباء يا اخي باللوز. يلا ندخل نشوف هذا معلم. يلا هذا نجرب التدريب شباب. بحاول عم جرب يعني طبعا المونتاج مو كثير يعني متوسط بس، ولكن معلم نحاول نجربكم يعني. 41 هذا فيه 41 هذا كان 37 كان عم بضرب هون 41 يعني اوكي 25 نقول اختراق فيه اختراق دروع. هذا معلم يعني سوني اشتري واحد ثاني سير واحد تاني معلم فرد مرة. تعال هون ايوه طلع ترى شباب في جروزا الشين مان جربته شباب. هذا هون معزز القوة الطلوعات. هذا هون مان جسيت افرجيكم شباب. انا جربت لكم الجروزات العادية تمام لحد الان اوكي، بس ولكن في جروزات ابو القطعة تمام يعزز قوة الجروزا ومعدل اطلاق النار يعني. هذوليك يا شباب هذوليك ما جربناه يعني راح نبقى عادي نبقى على العادي معلم ما بدنا نجرب. خلينا نبقى على الجروز عادي بعدين بدون دولار طلق ولا شيء كنا عم نلعب عادي عادي اوكي. هذا نجي ناخذ واحد جروز عادي. وينه هذا؟ اوكي ممكن اذا اشوف قطعه الجروز اللي فيه هذاك المدى والدقه مع ستا مع قطعه ممكن يصير نار يعني. حبيبي والله هذا شوف هذا اللي فيه 22 طلقه هذا حبايبنا. ليتس جو اوكي تعال هون. طبعا حاول بربر يا زلمه بربر مش برجيها بالبربر كيف شغاله. 47 معلم دمه تمام 47 دمه معلم. ول 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 41 معلم هالمدى ول. نشوف البربر ما راح اضرب ما راح العب ما راح العب عادي حبيبي والله معلم. ايش شو تلعب بربرة تمام التمام نايس
ده بربر يا زلمه، ده بربر بس ولكن ما بشوف بربرته شو بده بده 43. حلو لا يا شباب راح نجرب بشكل سريع هالمره، نجرب الجروسر نجربه بالقطعه. اوكي ليديز اند جنتلمان شباب، عندنا هون هذا الجروسر بالنمبر 1 معنا فيه قطع كثيره تمام، فيه قطع هذا تمام. والله ما له هذا طبعا معلم، اختلف الوضع عليك كثير معلم، اختلف الوضع هيك كثير كثير، انقلبت الوضع معلم. اوكي نجرب البقيه شباب بالقطع السريع. طبعا انا شباب راح نرجع نجربهم بشكل سريع ونجرب بنفس الوقت اللي الجروزيات اللي معهم القطعه. اوكي ليتس جو، بلش جربنا اول واحد، يلا راح نبلش بالعكس. اوكي يا ساتر، يلا راح نجرب هذا بالقطع معلم. اوكي تمام، برجع بكرر شباب هذا بالقطع بتزيد قوه الجروزه والضرر يعني السرعه والضرر، فهمتوا علي؟ يلا هذا فيه معدل اطلاق من قبل، فيه معدل ومدى، هذا نجرب هذا معلم. ليتس جو، وين الناس؟ وينكم يا جميلين؟ صراحة يا شباب يعني ما عم بشوف الفرق شباب، انا عم بجرب اربع اسلحة بنفس الوقت وانا عم بجرب يعني قطعاته كمان. ولا 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 ولا، شوف معلم كان معه بربر معلم، اووو هذا صار نار معلم. هذا يمكن الجروز الوحيد اللي فيه السرعة. هذا شباب هذا 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 عاجبني كثير. شو باللوز هذا معلم؟ اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد، راح نبربر معلم، هذا نجيب بربر الفضاء. عم راح نبربر عم بلعب بلعب هذا، راح نبربر. ايبلا ثواني ترى شباب يعني مثل ما لاحظتوا الفرق، لاحظتوا الفرق شباب انه هلا هون يخرب بيته ول طيرني معلم هذا. يا زلمة يا اخي دمه كان طلقه والله العظيم معلم، هذا شو هذا معلم؟ يا اخي ما لازم اربعنا، لازم نلعب على هذا معلم، نرفع القليل الايم شوي. تعالوا تعالوا يا جميل تعال، قول لي وينك؟ اطلع اطلع، تعالوا يا جميل. بوووو ديم، بلعب على هذا معلم بيختلف الوضع. قول لي نو بيبي ديم. يا الله طبعا حبايبنا مثل ما شفتوا معي راح نجرب الان اللي بعده اللي هو فيه المدى، هذا مدى ودقه. طبعا هذا الشباب هذا اللي يعني اللي حابب عندي شوي فضول اني اشوفه تبع القطعه تمام، يعني فيه مدى ودقه وسرعه ودمج. ديم معلم، ممكن يصير يعني اختلاف حلو معلم بالوضع هذا. اوكي خلينا نجرب معلم، نجرب هذا بالقطعه السريع بشكل سريع، يلا نشوف هذا بالقطعه. طبعا شباب الصراحه انا ما لاحظنا الفرق شباب بين الجروزا القطعه اوكي والبدون قطعه تمام. الان شباب راح نشوف، عندي فضول هذا مثل ما قلت لكم هذا الجروزا اللي فيه المدى والدقه. ليتس جو ليتس جو لنشوف معلم، شوفوا شكله يعني الصراحه شيء باللوز. يلا وين الناس؟ وين الناس يا زلمه؟ طلع انا داخل وطلع تدريب شباب، ترى انا معلم صرت شوي مشوش مشوش مياو مشوش يعني بالخصائص، بس ولكن راح نشوف يعني اخر شيء نشوف هذا معلم. يلا تعالوا راح نلعب بربر 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 معلم. قراولة قرا جايني غدر وجبتك. واو 40 يا زلمه صار دمجه. يا لطيف هذا شاب، هذا خلاص هذا مبين، هذا مثل ما قلت لكم شباب مبين، ننتقل على اللي بعده. اوكي يا ستير هون وصلنا لاخر كروزا مثل ما توقعنا بالامر، هذا بيعتبر شباب بالنسبه لي يعني انا شخصيا ها كرايي الشخصي يعني دقه واختراق دروع مخزن ذخيره ناقص يعني، بس هذا بس التبربره معلم هذا 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 معلم هذا تمسكه. طبعا هنا في قطعه نسينا القطعه معلم، قطعه يعني هذا البربر معلم بتكسر الدروع يعني، هذا معلم هذا بكسر جسم اللاعب، بكسر التكسير معلم، ما بيخلي عنده شيء. ليك رح نحاول نكسر واحد معلم هلا بس يطلع امامنا ونجرب الوضع يا ستير. وين هي واحد معلم؟ بحاول ابربره تمام يعني اضربه بشكل خفيف اوكي واخليه يغطني مثلا عشان نشوف الوضع. اوكي ضربته كم طلقه؟ خمسه طلقه معي، ضربته يعني خمس طلقات معلم. يلا اقتل اقتل، خمس طلقات جبتوا شباب تمام؟ ودروع راح معلم، خمس طلقات ودروع وراح معلم هذا.
اوكي يا اخي بدي اوقف كنت هذا ست طلقات وراح معلم. اوكي اضربه شو يلا اقتل 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 يا زلمه. اوكي ما بدي اقتل ما بدي اقتل يا اخي نشوف حبه بس عندي فضول بالدرع تبعهم بس والله معلم. اوكي هات نشوف هذا. اوكي تعال هون كمل كمل اقتلني 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 يا جميل اقتل ايمن. اوكي هذا اللي بتجيب ثلاث طلقات على السريع. كم صار درعه؟ اوكي لا مالح مالح حقنا معلم. شوف مرة ثانية. اوكي جبنا طلقات حلوة. شوف كم درعه راح يصير؟ يا اخي نص درعه راح معلم نص درعه راح معلم. بكى كيف اذا كملت راح يموت بسرعة. اوكي خمس طلقات معلم اربع خمس اربعين خم اربعين مرة اربعين اربعين. اوكي اقتل روح. يا الله سلام. تول برا تول برا. يلا روح. شوف كم درع عجب صار معلم هذا. مرات يحسب لاحظ مرات يحسب. اوكي حبايبنا الكرام خلينا نرجع لورا الان. اوكي شباب بالنسبه يعني شباب راح بالنسبه ك بالنسبه لي تمام. بالنسبه لي شباب راح اعطيكم التقييم بالنسبه لي تمام. عندي هذا شباب هذا بالنسبه للنمبر 1 لانه دائما شباب دائما بنقول السرعه السلاح فيه السلاح فيه سرعه خلاص سرعه هذا هذا بالنسبه لي يعني بين الاول والثاني. هذا معلم كشكل وضع هذا الثاني. اوكي هذا راح نقول والله ما اعرف شباب هذا بقول يمكن بين الثاني تمام. بس هذا شباب هذا 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 وعر هذا وعر معلم هذا حبيب والله. اوكي يا ساتير سو ليديز اند جنتلمان ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع ان شاء الله عجبكم التسريب. اعطوا لكم بالتعليقات شباب وتقييمكم لاي من يعني من افضل الافضل ممتاز جيد بيض. اوكي ليديز اند جنتلمان بشوفكم على خير الصراحه معلم طولت عليكم كثير بشوفكم على خير بشوفكم على خير بشوفكم على خير بشوفكم على خير. باي باي.